يطلعوا المحبوسين المتزوجين، ممكن يطلعوا المنى بطريقة معينة يعني، ممكن يطلعوا ايه؟ يعني المنى، يعني المنى للرجل يعني، ها؟ المنى المني. اخواننا في الفلسطينيين، لا تخصص الفلسطينيين، يعني السجين هل يمكن يخرج المني ويرسله الى زوجته كي تحمل بعيدا عنه كده؟ يوديه لزوجته بطريقه معينه، يطلع من السجن بطريقه معينه. لا نفعل هذا، يحدث اختلاطا في الانساب. يعني لا يجوز. ما هم ممكن يجيب لك مني واحد اخر، تحصل فوضى. السلام عليكم.